والله نور، انا عندي بس عندي شغله واحده، يعني اقول يعني البعض، يعني اكو ناس يعني خدمت وقدمت ما قدمت لانديتهم وحتى على صعيد المنتخبات وحتى على اتحاد كره القدم، يعني ما اريد انه اظلم كل اللي كان اللي مر على الانديه او حتى الاتحادات، لكنه يعني احنا ما عندنا غيرهم، يعني هم بس هم اللي يعني يريد يكون بالنادي ويريد يكون بالاتحاد وهو يريد يطور كره القدم، وهو يعني كثير كثير من الاخوان اللي موجودين في انديتهم، شو اللي قدموا لانديتهم؟ وين انديتهم من اتحاد كره القدم؟ وين انديتهم العفو، وين انديتهم من كره القدم العراقيه؟ وين انديتهم من اللي كانت يعني مثلا تطلع تلعب في ابطال اسيا وكاس الاتحاد الاسيوي؟ وين انديتهم؟ وين النجاح اللي حققوه؟ يعني البعض، انا ما اتكلم على الكل، لكنه ما موجودين، بس هم الموجودين اللي يريد يكون بالنادي عضو بالنادي، يريد يكون عضو بالاتحاد، يريد يكون رئيس لجنه، يريد وعنده منصب اخر مثلا قد يكون موظف او في يعني في جهه حكوميه او جهه، يعني خلاص انه لازم كلهم، هو كلهم يعني يستحوذ عليهن، وهو يكون يعني هو شلون اقول لك، هو صاحب الكلمه،